بالنسبة لبيرد تي تيست دوت بيكون انا اقارن من متوسط بمتوسط لنفس المجموعة، يبقى ذا سيم جروب تو ميجرز لنفس الجروب، بري تيست وبوست تيست لنفس الجروب، جروب واحد بري وبوست، اقارن متوسط البري بمتوسط البوست. نختار من برضه شغلنا كله انالايز كومبير مينز، هتيجي تختار بيرد تي تيست، هختار بي انا عاوز التوتال نولج سكور بري، اتك عليها، توتال نولج سكور بوست اتك عليها واتك اوكي. هيظهر لي بقى ايه؟ اهو ادي توتال نولج سكور بري كان متوسط 26 و852 من 1000، والتوتال نولج سكور بوست كان 29.882، ده كده المتوسط اللي الحرف المعيار اهوت، يبقى ده المتوسط 26 و852 من 1000 زائد او ناقص 9.228، في البوست كان 29.882 زائد او ناقص انحراف المعيار الستاندرد ديفيشن اهوت 8.149. فاضل لي قيمه التي والبي، ادي قيمه التي اهي بجيبها من هنا، ناقص 2.497، والسيج اللي هو السيجنفكنس اللي هي البي فاليو 0.018، يعني 0.018 هنا في السيجنفكنس اهوت، يبقى قيمه التي اهيت، وده قيمه البي اللي هي السيجنفكنس، ادي التوتال انرجي سكور بري كان متوسط اهوت زائد او ناقص الستاندرد ديفيجن اهوت، طبعا مش هاخده كله 9.228، وهنا المتوسط بتاع البوست كان 29.882 زائد او ناقص 8.149، التي ماينس 2.497، والبي فاليو 0.018.